أعزائي مشاهدي بوابة الفجر، معانا النهاردة قصة كفاح جميلة جدا. عم سيد جاي من طنطا علشان يبيع حب العزيز في المنوفية، لأن في عشاق حب العزيز هنا في محافظة المنوفية، فعم سيد بيجي هنا علشان يبيع حب العزيز من هنا في شبين الكوم، وبالتحديد في شارع عمر أفندي. أكتر من 40 سنة عم سيد بيبيع حب العزيز. أتعرف بيك يا عم سيد. تعرف اتفضل. بقى لك قد ايه بتبيع يا عم سيد؟ من الطفوله وانت بتشتغل في كده، بتيجي من طنطا هنا شبين كل يوم؟ طيب احكي لنا اسمه ايه ده؟ حب العزيز ده بيتعمل ازاي؟ ده بيتعمل لما بيجي زي ده كده؟ ده بداية حب العزيز. ده الناشف. ده الناشف. بيطلع كده في الاخر. يومين ثلاثة في الشتاء ده. بيتباع بكام بقى يا عم سيد؟ بخمسة وبعشرة وبعشرين. يعني هو من بداية 5 جنيه. دي مهنتك الوحيدة يا عم سيد؟ دي مهنة حمص وحلاوة والكلام ده. دي المهنة اللي بقى ايه؟ كورونا والكلام ده موقفه حال الدنيا. ماشي. طبعا عندنا عيشة وعيال ومسؤوليات. عيالك قد ايه يا عم سيد؟ عيالي واحدة كانت في الثانوية عامة. خلصت اتجوزت واحد خلص الدبلوم. واحد لسه في التعليم لسه. ربنا يوفقك يا رب يا عم سيد. نفسك في ايه يا عم سيد؟ نفسي عيشة كويسة يبقى ماشيين زي الناس، محدش يحاربنا بعد عيشة. أنت بتبدأ شغلك من إمتى يا عم سيد؟ ها؟ بتبدأ شغلك من إمتى؟ من 10 الصبح ل 6 في الليل. لحد بالليل، لحد ما تيجي ماشي. أنت اللي بتقوم بالعمايل اللي حب العزيز ده كله يا عم سيد، يعني انت اللي بتقوم من بدايته من ده الناشف وده ال طيب واللي فيه الاكياس ده يا عم سيد؟ ده الناشف عشان لو حد عايز. طب واللي محطوط في المايه ده ليه يا عم سيد؟ ده اللي محطوط في المايه بقى كده عشان بيطلع كده، وده بيلو كده بيطلع كده. يعني بيلو بتعمل كده. ربنا يوفقك يا عم سيد يا رب. شكرا جدا.